حلوين وهجل لكم بفيديو جديد. وفكرة الفيديو اليوم طبعا راح تكون عبارة عن واحد بيكون قبل الامتحان وليش المقدمة الزايدة. يلا تبلش كرام، بكرة عندك امتحان، بسرعة قوم الدروس احسن ما تشرب بالمادة. ماما معنا لبكرة، يعني فيني بكرة فيق الصبح وادرس وروح الامتحان فقط. لا نقطة انتهى. يا ماما العربي بده وقت، فهم اسمع مني وفيق الصبح اقسم في. يلا روح دروس وخلص، روح تسلى. العربي كتير بده شغل، فهم هالجملة. طيب امل بدي ادرس بكرة الصبح. طب ضروري فيق بكير وادرس، ولا عم شو الدراسة ولا. طيب يعني ليش عم بيصير مثلا يعني ادرس اونلاين؟ ليش عم بيصير ادرس اونلاين؟ يعني ايمت بيصير كورونا مشان ادرس اونلاين؟ ليش انت من ايمت تدرس اونلاين؟ من مكان كورونا كان في عطله. بكل مهم انت ضيعتنا من كل سيرتنا، قوم ادرس احسن لك. بك ضيعتنا من كل سيرتنا، قوم ادرس. بكي هي علينا، رجعنا على نفس السيرة، قوم ادرس. يا اخي ما بدي ادرس وما بدي بليط وما بدي ما بدك شو؟ تعال اقول لك انا بفرجك. وليه؟ قوم ادرس صح بكون احسن، احسن معك وقتلة. اي اخ 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 اي 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 اخ خلص ماما خلص 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 هاي هاي. قلي يا حبيبي يا روحي شو بدك تعمل هلا؟ قوم ادرس احسن لي. بعد عدة أسابيع ماما خلصت لعب، قصدي خلصت دراسة. تفضل على الهنبقة، كرم مدرسة. ايمت تخلص المدرسة بقى؟ يا كرم اجى الصبح خلصت الدراسة بقى؟ لا والله صبح خلصت. قاعد من دفش مثل والله عم بدرس. انا الام مشغلتي غير نظيف. انت تعال خلص سندويشاتك. يا باي ماما انا رايح. باي يا رب ما ارسب الامتحان بعد الساعة 12 بالليل. يلا طلاب هلا بقى وقت توزيع علامات الامتحان. محمد زانودة. نعم. 10 من 10. كرم سلهب. 0 من 10. ورطة 0 من 10. ماما انا رجعت بس خايف قلك العلامة. 0 من 10 بعد الدراسة من 12 بالليل. شو؟ كيف يعني 12 0 من 10؟ معناها انك درست من 12 بالليل لستة الصبح، كيف يعني 0 من 10؟